السلام، أنا آلاء عبد القادر، رح أبدأ بشرح شابتر زيرو. هو إن شاء الله شابتر سهل وأسئلته بتيجي عليه سهلة. رح أبدأ بشرح الأعداد الحقيقية، الأعداد اللي كلها موجودة في الرياضيات. رح نبدأ بالريال نمبر، هي الأعداد الحقيقية، يعني الأعداد المحصورة من سالب ما لا نهاية للما لا نهاية، يعني كل الأرقام الموجودة من ناحية أعداد صحيحة، جذور أو فواصل شو ما كانت أو كسور، إلها رمزها اللي هو R. الأعداد الصحيحة اللي هي ما فيها فواصل أو كسور، زي مثلا 0، 1 أو -1، 2 أو -2 إلى ما لا نهاية، اللي ما فيها فواصل أو كسور. الأعداد النسبية اللي هي عصورة وسط مقام، وسط مقام، بحيث إنه تكون A و B أعداد صحيحة، وغير هيك إنه تكون B لا تساوي 0، ممنوع يكون المقام يساوي 0. آخر إشي نيجي للأعداد النسبية اللي هي أعداد ما إلها قيمة محددة، زي جذر 2 ما إلها قيمة بالضبط، رح يطلع مثلا في فواصل ما إلها قيمة معينة، وقيمة باي اللي هي 22/7 هي تقريبا تساوي 3.14، بس إلها تكملة ما نعرف شو هي، يعني ما إلها قيمة بالضبط. نفس الإشي اللي أخذناه بالرياضيات، العدد نيبيري هام اللي برمز إله بالكالكولس اللي هو إيه، ما نعرف شو قيمته بالضبط. ما هيك بشكل عام عن الأعداد. رح نحكي بهذا الشابتر عن المجال والمدى. المجال هو الدومين، هي قيم إكس. دائما المجال لما يحكي مثلا بدي أطلع المجال هي قيم إكس، قيم إكس هي المسموحة إنها تكون إني أدخلها في الاقتران، المسموح إني أدخلها. يعني بنحكي عن المجال هو قيم إكس المسموح إدخالها في الاقتران. أما بالنسبة للمدى اللي هو بيكون واي، بيكون واي اللي هو ناتج التعويض. هون لما اعوض اكس بالاقتران رح يعطيني واي، بالتالي المدى او الرينج هو ناتج تعويض قيم اكس. بهذا الشابتر رح نطلع الدومين والرينج لكل اقتران، رح نحكي عنهم بالتفصيل. بالبداية رح نحكي عن البينوميال، بينوميال اللي هم كثيرات الحدود. هاي صورته بشكل عام، مش مطلوب منا بالضبط، بس انه هاي بشكل عام. المهم اهم اشي انها تكون ان موجبة، مهم كتير انها تكون قيمة موجبة مش بالسالب او فواصل. مثلا منها لها اشكال لينير فانكشن، مثلا الدرجة الاولى اللي هي عصورة ax زائد b اللي هي اعلى اس 1 في الاقتران. بنحكي عن الدرجة الثانية اللي هي اعلى اس فيها بكون 2، هي عصورة ax تربيع زائد bx زائد c. بنعرف الدرجة من خلال أكبر أس، مثلا أكبر أس 1 تكون الدرجة الأولى، أعلى أس 2 تكون الدرجة الثانية. وهيك أهم إشي إنه نعرف إنه الدومين لهذا الاقتران بيكون R. R هي سالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية، لأنه مسموح أدخل أي X بالاقتران، كانت مثلا 1 بظبط أدخلها، ما رح تعطيني قيمة غير معرفة. شو ما كانت قيم X رح يعطيني قيمة صحيحة، يعني قيمة صح انها تكون موجودة، ما رح يعطيني قيمة غير معرفة. نبدأ بالحل شوي. Define the domain and range. domain هاد اقتران، هاي كثير حدود. بما انه شفتوا انه كثير حدود معناته الدومين، دومين الاف يساوي ار. شو هي ار؟ زي ما حكينا من سالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية، لازم عند ما لا نهاية فترات مفتوحة مش مغلقة. بالنسبة للرينج هون أنا هي قيم واي، قيم واي أنا رح أضطر أرسم رسمة واي تربيع كالتالي. تبدأ من الصفر صحيح، يعني بكون الرينج، نطلع الرينج للإف للإقتران. يعني شو أقل قيمة لواي؟
شو زي ما هي هون بلشت من الصفر وراح تكمل للما لا نهاية، راح تضلها ماشية للما لا نهاية، هاي في للموجة ما لا نهاية تحديدا. فبكون الرينج من الصفر للما لا نهاية، وهون مغلقة لأنه ساوت صفر، ما كانت أكبر من الصفر بشوي، هي حدت على الصفر، بلشت من الصفر. بالنسبة لسالب إكس تربيع شفنا إنه هو كثير حدود، بما إنه كثير حدود معناها رح يكون دومين الـ F يساوي R، اللي هي سالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية. نطلع الرينج، الرينج زي ما حكيت رح يكون نرسم الرسمة، بما إنها سالب رح تكون القمة لفوق، بالتالي هيك نطلع الرينج. بالفترات لازم يكون بدايتها أصغر قيمة لآخر قيمة، هون شو كانت أصغر قيمة؟ اللي هي من هون، اللي وهاي اللي هي سالب ما لا نهاية، وانتهت وين؟ انتهت بها، يعني هاي اللي هي صفر، انتهت بصفر، هون مغلقة، ودائما عند ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية مفتوحة. بالنسبة لإكس تربيع، إكس تكعيب، شفت إنه إنها كثيرات حدود، إذن راح يكون الدومين يساوي R. بالنسبة للرينج رح أرسم رسمة الإكس كيب هيك، شو الرينج إلها؟ رينج الإف شو يساوي؟ هي بلشت من هون، بلشت لأ من هاي، من هون بدأت أصغر رقم، أصغر رقم كان من هون اللي هو سالب ما لا نهاية، لوين؟ لهون، رح يضل مكمل، فإنه هو موجب ما لا نهاية. وفترات مفتوحة. رح نبلش بالاقتران الثاني اللي هو الريشنال فانكشن، اللي هي بتكون على صورة وسط ومقام زي ما حكيت بالبداية، بالإكس على كيو الإكس. بالبداية رح نبلش بالاقترانات اللي بتكون إنه تكون بي بكيو على صورة بولينوميال فانكشن، كثيرات الحدود، بحيث برضو أكيد المقام لا يساوي صفر. يعني لما اطلع الدومين لكل اقتران على صورة بسط ومقام رح يكون شو الدومين له، بما انه كثير حدود على كثير حدود رح يكون R ما عدا اصفر المقام، لانه صفر المقام رح يخلي لي الجواب رقم على صفر، وهاي قيمة غير معرفة ممنوع تكون موجودة. فنشوف الامثلة، مثلا F X تساوي 1 على X، زي ما حكينا انه R ما عدا اصفر المقام، يعني صفر المقام، يعني هاي اساويها بالصفر، طلعت x تساوي صفر، اذا الدومين للاقتران يساوي r ما عدا الصفر، ولازم لها احط رمز المجموعة، او انه بصورة تانية يكون شو يساوي r عدا صفر المقام، يا اما هاي يا اما الناقص، نفس الشيء يعني بساوي المقام بالصفر وبطلع قيم x، فبكون الدومين r ما عدا اصفار المقام. اقتران اللي بعده 1 على x على x ناقص 3، ها المقام اساويه بالصفر، طالع رح تكون x تساوي 3، هاي عرفنا x تساوي 3، اذا الدومين لل f يساوي r ما عدا 3. R زي ما حكينا بالأول اللي هي كل الأعداد من سالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية. السؤال اللي بعده 1 على X تربيع ناقص 2 X ناقص 3، حكينا أول إشي إنه منساوي المقام بالصفر، بصير X تربيع ناقص 2 X ناقص 3 يساوي صفر، هاي عبارة تربيعية فبدي أحلها، فبصير X هيك تساوي صفر، سالب موجب العدد اللي هو 3 و1، إذا x تساوي 3 أو x تساوي سالب 1، هيك هدول القيمتين رح يصفروا لي المقام، أنا ما بدي المقام يتصفر، فبالتالي الدومين ل f يساوي r ما عدا، نفتح المجموعة هي 1 و3. نيجي للاقترانات اللي بتكون على صورة جذر، جذر زوجي تحديدا، بدي اطلع
الاقترانات اللي بيكون جذر زوجي. بنعرف انه بالجذر الزوجي ممنوع يكون الجو الجذر سالب، فلا فانا لما اطلع الدومين بدي اساوي اللي جوا الجذر انه اخليه اكبر او يساوي صفر عشان ما يعطيني جواب سالب. اكبر او يساوي صفر معناها هذا عدد موجب وانا هذا اللي بدي اياه. مثلا بهذا الاقتران جذر الاكس هذا هو الجو الجذر، الجو الجذر بدي اخليه اكبر او يساوي صفر، بالتالي شو الدومين له؟ تخليها على صورة فترة، أصغر قيمة صفر لأنه عندها أصغر فصفر، هاي أصغر قيمة صفر، وبما أنه عندها يساوي رح أخليها مغلقة، وأكبر قيمة اللي هي ما لا نهاية. بما أنه عندي جذر وزوجي هون هي كونتينين، فرح أخلي اللي جوا الجذر أكبر أو يساوي صفر، أخذت اللي جوا الجذر وخليته أكبر أو يساوي صفر، طلعت X فهيك بصير صورتها على شكل فترة. السؤال بعد الجذر الاكس تربيع ناقص 4، هون عندي جذر زوجي، اذا رح اخلي اللي جوا الجذر اكبر او يساوي صفر. نقل الاربعة بدي اخذ الجذر للطرفين، لما اخذ الجذر للطرفين رح يصير جذر وتربيع يروحوا مع بعض ويعطوني مطلق، وجذر الاربعة يساوي 2. في من خواص القيمة المطلقة لما يكون أكبر رح يصير هيك، أكبر X أكبر من 2 أو X أصغر أو يساوي سالب 2، لأنه هاي من خواص القيمة المطلقة لما يكون متباينة اللي هي أكبر رح تصير تتقسم لفترتين اللي هي X أكبر من القيمة أو X تساوي أصغر أو يساوي سالب القيمة. لما نخليها مع شكل فترات رح يصير الدومين F شو يساوي؟ هون أصغر قيمة كانت 2، هون في يساوي لأنه هون في يساوي بحط على يساوي وين ما كانت، هي أصغر قيمة اللي هي 2 من 2 لما لا نهاية، وكمان شو هون كانت أصغر قيمة اللي هي سالب ما لا نهاية، من سالب ما لا نهاية لسالب 2 مغلقة عشان في يساوي، صار عندي فترتين زي ما احنا شايفين. في هون مجموعة من الاقترانات اطلع لها الدومين والرينج. نبلش باول اقتران f x يساوي 2x تربيع ناقص 4x زائد 6. زي ما احنا ملاحظين في هذا اقتران تربيعي، بما انه اقتران تربيعي هو كثير حدود، بالتالي الدومين لهذا الاقتران اللي هو R، وR اللي هي سالب ما لا نهاية للما لا نهاية زي ما حكينا ببداية الفيديو. لما أطلع هون الرينج بدي أضطر أرسم، فهون الرسم صعب علي لأنه بدي نقاط لحد ما أرسم، ففي طريقة سهلة من خلال خطوات وأطلع منها الرينج. طبعا هذا بالنسبة لاقتران التربيعي. أول خطوة اللي هو أطلع محور التماثل اللي هو x تساوي minus b على 2a سالب 1 ضرب b اللي هي معامل x وهي هون سالب 4 على 2 ضرب a اللي هي معامل x تربيع، فصارت 4 على 4 يساوي 1. يعني هاي طلعنا أول خطوة اللي هي محور التماثل x تساوي 1. الخطوة الثانية أطلع صورة محور التماثل، يعني صورة الواحد بعوضها في الاقتران، فبتعطيني 2 في 1 2 ناقص 4 في 1 4 زائد 6 ويساوي 4. هاي الخطوة الثانية أطلع صورة محور التماثل، يعني صورة الواحد يساوي 4. آخر خطوة اللي هي أحدد قيمة A إذا هي موجبة أو سالبة. بهذا المثال قيمة A موجبة، هي A تساوي 2 معامل X تربيع، وهون 2 أكبر من الصفر، بما إنها أكبر من الصفر بالتالي رح يكون الرينج لهذا الاقتران بيبدأ من صورة محور التماثل لحد ما لا نهاية. لو إنها كانت قيمة A أقل من الصفر فبيكون الرينج
من سالب ما لا نهاية لحد صورة محور التماثل. بس هاي غلط لانه عندي عندي معامل اكس تربيع موجب، فبيبدأ من صورة محور التماثل اللي هي الأربعة لحد ما لا نهاية. هاي الصح هاي الغلط. بالنسبة للمثال الثاني f x تساوي 6 ناقص اكس تربيع، برضو هاد اقتران تربيعي فهو كثير حدود، يعني الدومين لهذا الاقتران اللي هو R. بالنسبة للرينج بما انه برضو تربيعي فبدي اتبع نفس الخطوات. ليه؟ اول اشي محور التماثل سالب b على 2a يساوي سالب 1 ضرب b اللي هي معامل x، ما في معامل x، هو معامل x صفر، على 2 ضرب a اللي هي معامل x تربيع اعطتني هون سالب 1، وصفر على رقم بيعطيني صفر. هاي اول خطوة طلعنا محور التماثل. الخطوة الثانية اطلع صورة محور التماثل، يعني f الصفر بعوض الصفر في الاقتران، 6 ناقص 0 6، وهاي هون هيك صورة محور التماثل. اخر خطوة اشوف a هون اكبر من صفر ولا اصغر من الصفر، a هون تساوي سالب 1 والسالب 1 اقل من الصفر، بالتالي رح يطلع الرينج من المالة نهاية حد صورة محور التماثل اللي هي 6. لو كانت A اكبر من الصفر رح يكون الرينج رينج للاقتراع بيبدأ من الصفر لحد المالة نهاية. بس هذا غلط لانه عندي السالب 1 اقل من الصفر، فهاي الصح. بالنسبة للمثال الثالث f الاكس تساوي 2 ناقص جذر 2 ناقص اكس، بما انه اشوف الجذر فالدومين بخلي اللي تحت الجذر اكبر او يساوي صفر، فبدي اخذ اللي تحت الجذر اللي 3 ناقص اكس اكبر او يساوي صفر، ننقل الاكس للطرف الثاني بتصير 3 بتصير اكس اقل او يساوي 3، 3 هي اكبر قيمة، فبالتالي يكون الدومين من سالب ما لا نهاية لحد 3. بالنسبة للرينج اشوف الرينج، اطلع الاقتران كمان، شفت في جذر، الجذر الرينج لإله بكون من الصفر لحد ما لا نهاية. دومين رينج اي جذر بكون من الصفر لحد ما لا نهاية، بما ان الجذر مضروب في سالب فرح اقلب متباين، السالب دائما بيخلي المتباين الفترة عفوا مقلوبة، بقلب الفترة. بما ان في زائد 2 يعني اضيف 2 على اطراف الفترة، سالب ما لا نهاية زائد 2 رح تضل سالب ما لا نهاية. وبالنسبة للصفر، صفر زائد 2 تخليها 2، يعني اول اشي شفت الاقتران، شفت في جذر، رينج الجذر اللي هو صفر من ما لا نهاية، اي جذر زوجي الرينج تاعه من صفر لحد ما لا نهاية، بما انه مضروب بسالب فبقلب الفترة بتصير من صفر من سالب ما لا نهاية لحد الصفر. بما انه في زائد 2 فبضيف 2 على اطراف الفترة، يعني بكون الرينج للاقتران من السالب ما لا نهاية حد 2. بالنسبة للسؤال الرابع، المثال الرابع f x تساوي جذر 4 ناقص x تربيع. الدومين هذا الاقتران عندي جذر، فبدي اخلي اللي جوا الجذر اكبر او يساوي صفر، ننقل السالب، ننقل الجذر x تربيع بتصير x تربيع اقل او يساوي 4، بدي اخذ الجذر للطرفين، الجذر مع التربيع بيخليه يعطيني مطلق الاكس اقل او يساوي جذر الاربعة اللي هي 2.
من خواص القيمة المطلقة لما تكون في عندي متباينة واللي هي أصغر تخلي الإكس محصورة بين عددين اللي هم سالب الرقم اللي هي سالب 2 والرقم نفسه اللي هي 2، فصار الدومين لهذا الاقتران محصور بين السالب ما لا نهاية لحد 2. بالنسبة للرينج بس بدي أرجع أكتب الاقتران مرة تانية هون. الاف الاكس نفسها واي تساوي صار 4 ناقص اكس تربيع، بدي اربع الطرفين صارت واي تربيع تساوي 4 ناقص اكس تربيع، بدي انقل الاكس للطرف الثاني بتصير اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 4. هون زي ما احنا ملاحظين هاي معادلة دائرة نصف قطرها يساوي 2. كيف عرفنا نصف القطر؟ انه جذر الرقم الثابت اللي هو 4 فجذره يساوي 2، نصف القطر دائما مموجة فباخد 2، فهاي معادلة دائرة نصف قطرها 2 فهاي بتكون سالب 2 عند هاي النقطة، وهون سالب 2 وهون 2. بس انا بالاقتران اللي عندي عندي جذر وموجب، بما انه عندي جذر وموجب معناها انه هاد بهاي رسمتها بتصير الجزء العلوي للدائرة، لو كان الجذر سالب فباخذ الجزء السفلي، فاخذت انا بس الجزء العلوي للدائرة، وهون 2 سالب 2 2. نشوف نطلع الرينج لهذا الاقتران، أقل قيمة كانت لواي بلشت من هون من الصفر وانتهت لحد 2، وصار الرينج من الصفر للتنين. الرينج هي قيمة واي، فبطلع أقل قيمة لواي وأعلى قيمة لواي، فمنلاحظ إنها من الصفر للتنين. بصورة عامة لو كان الاقتران على هاي الصورة إنه جذر رقم تربيع نفرض إنه A ناقص A تربيع، هاي بيمثلنا نصف دائرة، بكون الدومين إلها دائما من سالب الرقم هي سالب A لحد الـ A، والرينج بيكون من الصفر لحد الـ A. هاد دايما هيك لما يكون اقتران عندي اياه بهاي الصورة، فبكون الدومين من سالب الرقم لحد الرقم نفسه والرينج بيكون من الصفر لحد الرقم لما يكون عندي اقتران بهاي الصورة، بس لأنها بتمثل لي نصف دائرة. بالنسبة للفرع الأخير 5 f ال x تساوي سالب 3 ناقص x زائد 2 مطلق إلها. بالنسبة للدومين حتى لو في قيمة مطلقة بضل حاط اقتران كثير حدود، فبكون الدومين إلها r. بالنسبة للرينج زي ما حكينا بدي أشوف الاقتران إيش فيه، في عندي قيمة مطلقة، القيمة المطلقة شو ما كانت دخلة القيمة رح يطلعها موجبة، فإذا الرينج للقيمة المطلقة هو من صفر لما لا نهاية. لما أشوف قيمة مطلقة شو ما كان جواها الناتج رح يعطيني موجب، بما إن موجب الجواب فبكون من صفر لما لا نهاية، بس بما إنها مضروب بسالب فرح أنا أقلب الفترة رح تصير من سالب لما لا نهاية لحد الصفر. بما إنه في ناقص 3 بدي أطرح 3 من الفترتين من أطراف الفترة، فسالب ما لا نهاية ناقص 3 رح يصير سالب ما لا نهاية ناقص 3 رح تضلها سالب ما لا نهاية، وصفر ناقص 3 ناقص 3، يعني الرينج لهذا الاقتران من سالب ما لا نهاية لحد السالب 3. دائما بالرينج بدي أطلع على الاقتران شو فيه، إذا بزبط أرسمه أو بطلع من خلاله شيء معروف مثلا زي القيمة المطلقة والجذور يسووا بعض من ناحية الرينج، الرينج إلهم دائما من الصفر لما لا نهاية لأنه بخلوا للقيمة موجبة، وراح أخليها من صفر ما لا نهاية.